تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز النادي الاهلي الكبير على فريق سيراميكا باربع اهداف مقابل لا شيء مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، بقول لك كابتن ميرو مبروك فوز غالي النهارده على فريق سيراميكا المحترم فريق عنيد، ولسه النادي الاهلي سهل الجيم بدري، احرز جول او هدف بدري قدرتوا تسهلوا الجيم وتفوزوا النهارده باداء وبشكل يليق باسم النادي الاهلي. الحمد لله طبعا على كل شيء، هي زي ما انا قلت كل المباريات هتبقى صعبه مش سهله، احداثها هي اللي بتخليها سهله. يعني جبنا جول في الدقيقه 5 وبعد كده يعني اتلغى لنا جولين من الفار، وبعد كده في حاله طرد طبعا صحيح 100%. الشوط الثاني كان اكثر شراسه والحمد لله قدرنا ان احنا نزود الاهداف. كل اللي انا عايز اقول ان هي كل مباراه بتقربك من النهايه لكن مش هي النهايه، يعني عندنا 6 مباريات لسه فاضله، نيل الاسماعيلي ان شاء الرحمن يوم 11 وبعد كده انبي 14 وبعد كده يعني عندنا طلائع الجيش في السويس يوم 17 ثم المصري في اسكندريه يوم 20 وبعدين الجونه واخيرا يبقى اسوان. لازم تاخد كل مباراه لوحدها كده، كل مباراه بشكلها بظروفها باحداثها، ما تفكرش في اللي بعده، يعني كل مباراه زي ما قلت بتقربك من خط النهايه. يعني ما خفتش النهارده الجيم يتصعب بعد الغاء هدفين للنادي الاهلي والجيم كان ممكن يقلب علينا، ولا كان عندك ثقه كبيره النهارده في لعب النادي الاهلي؟ والله بص يعني هي في الاول والاخر كره القدم يعني لا تامل لها، يعني كل الاوقات بتبقى فيها خطوره، يعني خلينا ناخد المباراه زي ما قلت لك واحده واحده كده ونستعد اللي جاي باذن الله. استعد زي الاسماعيلي وخلاص بقى ايام قليله. عندنا هنشوف بس الجدول مع الراجل دلوقتي، يعني تمرين بكره هتبقى ازاي وامتى وهو اللي هيحددها ان شاء الله، وبعد كده هنسافر ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله على اسكندريه، فرقه طبعا محترمه فرقه الاسماعيلي بجهازها كابتن ايهاب جلال. يعني لكن في الاول ببارك طبعا لمصرف ذهبيه النهارده عن طريق في ريال اشرف عبد العزيز وفضيه عن طريق احمد الجندي، ودي حاجه كويسه. ولو عدينا 6 ميداليات كانت اخر حاجه 5 يعني، فبارك لمصر كلها وشعبها وقادتها، يعني الحمد لله على كل شيء. يعني زي ما قلت لك يعني كل مباراه بس هتعدي يبقى اللي بعدها ان شاء الله الرحمن نفكر فيها. 6 مباريات بيدي لا بيدي يا عمر، مش محتاج اي جمال. هو عمر ولا عمر؟ عمر اما عايز نكسب اسمه عمر يمكن غيرت معاك 2021 دلوقتي 6 مباريات اكسبهم اتوج بالبطوله المحببه لدى جماهير النادي الاهلي، قادرين على الفوز ب6 مباريات؟ زي ما انا قلت لك هي مباراه كره قدم كده، يعني في فتره يبقى لازم التفكير يبقى ايجابي ب100%، محتاجين ان احنا نبقى عارفين كويس قوي طبعا الناس عارفه واحنا عارفين، وانا قلت لما من اسبوعين ثلاثه قلت ان احنا مهم قوي ان احنا نعيش اجواء البطوله، نعيش اجواء الانتصار والفرحه والاستعداد. يعني كل الست مباريات هي 6 مباريات فاينل، كل مباراه بنهائي، ان شاء الله الرحمن نكون عند حسن الظن باذن الله ونعمل بطوله كويسه ان شاء الله الرحمن. بنشوف شناوي النهارده، بنشوف سعد سمير، بنشوف لعيبه كتيره، بنشوف محمود وحيد تاني، الروتيشن شغال على اكمل وجه وفي نفس الوقت بنفوز كمان. الحمد لله يمكن صلاح امبارح حس باجهاد شديد جدا، طاهر لحد دلوقتي كان صباعه واخد فيه كدمه هناك في الاولمبياد، وناصر موجود معانا وبيكم موجود معانا. ان شاء الله الرحمن زي ما قلت هي ضغطه لقاءات، يعني من يوم الاربعاء اللي جاي هيبقى عندك 16 يوم، 16 يوم بتساوي يعني بطوله الدوري. اعتقد ان الهدف كل ما بيبقى عالي قوي حجم التضحيات ما بيبقاش له القيمه العالي قوي لما تقيسه بالهدف، الهدف كبير هي بطوله الدوري ان شاء الله الرحمن نحافظ عليها باذن الله. طمنا على بدر بدون هيجري امتى المسحه الطبيه؟ امبارح كنت على اتصال بيه، ان شاء الله الرحمن ممكن تكون في النهارده مسحه بالليل او بكره ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله خلال 3 4 ايام باذن الله تعالى. نبارك لك في ماتش الاسماعيلي باذن الله. يا رب ان شاء الله الرحمن، ان شاء الله الرحمن، شكرا.